جه معانا دلوقتي فقره التفاصيل. معانا في فقره التفاصيل الكار ريفيو عربيه من العربيات اللي يعني مش عايز اقول لكم كميه سبل الامان والحمايه اللي فيها قد ايه. واحده من العربيات اللي عملت بصراحه مبيعات عاليه قوي بره مصر، يعني على مستوى العالم. العربيه اللي موجوده معانا النهارده بيقدمها لنا وكيلها عز العرب، شركه فولفو بتقدم لنا النهارده عربيه الاكس سي 90. عربية قوية جدا، وعايز اقول لكم العربية اللي هنشوفها على التراك النهاردة اول سعر ليها بيبتدي من 1,870,000 جنيه. تعالوا ننزل بقى التراك ونشوف تفاصيل العربية اللي موجودة معانا النهاردة. موجودين النهارده في اوتو فروم عشان نتكلم عن واحده من العربيات يعني الاكثر امان في العالم. احنا النهارده معانا واحده من عربيات فولفو. طبعا شركه فولفو واحده من اكثر الشركات اللي موجوده في العالم بتهتم قوي بالامان. شركه فولفو اول ما بدات تصنع العربيات، الكلام ده كان سنه 1927، واستمرت لغايه النهارده واشتهرت قوي بالموضوع بتاع الامان او السيفتي، لان فولفو هو اللوجو او الشعار المميز ليها السلامه اولا. عايز اقول لكم بقى على معلومه مهمه جدا، ان العربيه دي اول انتاج ليها كان 1790 نسخه، الكلام ده طبعا بره مصر مش في مصر. في 47 ساعه النسخ دي كلها اتباعت، يعني 47 ساعه من الفئه اللي موجوده معانا او الجيل الاخير من فولفو النسخ كلها اتباعت. طبعا ده بيورينا قد ايه العربيه مليانه اوبشنز ومليانه كماليات ومليانه سبل امان وحمايه، طبعا غير شكلها الشيك اللي موجود فيها. تعالوا بقى نبص كده بصه سريعه على العربيه. اكتر حاجه لفتت نظري ان في تعديل كمان في العلامه بتاعت فولفو، هو تعديل بسيط لكن هم بيطوروا، يعني في تطوير شبكه العربيه. الشبكة الداخلية فيها النيكل المط، معمول بالنيكل المط، غير كمان ان الاطار بتاعه معمول بالنيكل. ده عايز يوديني في حتة برضو لازم نتكلم فيها، ان العربية دي واحدة من اكتر العربيات فخامة، غير ان هي شكلها ممكن يبقى فيه سبورتي شوية وشكلها عائلي، لكن عربية فخمة. يعني حتى الخطوط بتاعتها هتلاقوها خطوط فخمة، مش 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 عايزة تقول ان انا عربية شبابية. وش العربية كمان في الكيت اللي راكبة اللي هي فيها النيكل المط وكمان النيكل العادي، ده برضو مديني شكل كلاسيك شوية للعربية، غير طبعا الشياكة اللي بزيادة شوية في العربية. في حاجة كمان عايز اقول لكم عليها، ان الشبورة اللي موجودة في وش العربية، انا شايف الشبورة دي يعني قريبة شوية من الارض، مش عالية. يعني معظم العربيات اللي في الكاتيجري دي بتلاقي الشبورة فوق، يعني تلاقيها طالعة فوق هنا مش موجودة تحت. بالنسبة للفوانيس اللي راكبة في العربية، هي تي ليد. التي ليد كل الفانوس ليد، ما فيهوش شغل كتير، لكن هو في الاخر ادابتف. طبعا الفانوس ده بيشتغل مع الطريق. هنيجي بقى نتكلم على جنب العربية. جنب العربية بالخطوط بتاعته باين قوي ان احنا مش بنتكلم على عربية قليلة او عربية SUV، لكن احنا بنتكلم على عربية فخمة. العربية طبعا الخطوط بتاعتها بنا من اول الرفرف اللي قدام لغاية اخر العربية. الخطوط بتاعت العربية فيها عندنا 2 شولدر لاين، واحد واخد من اول الرفرف لغاية اخره لغاية الفانوس الخلفي، والتاني موجود فوق العتبة. هنيجي بقى نبص هنا على جنوط العربية. جنوط العربية 20 انش وعرضها 275 على 45. طبعا يعني اللي انا بتكلم فيه ده هيوريني قد ايه 20 انش و275. طبعا بنتكلم على عربية كبيرة مش عربية قليلة. العربية ستيبل قوي على الطريق. طبعا ده بيديني انطباع ان احنا هنا مش بنتكلم على عربية سهلة، لا، العربية دي صعبة جدا على فكرة. كمان عندي آلات التعليق هنا هيدروليك، فده معناه ان انا بطلع وبنزل ما عنديش اي مشكلة. طبعا في اوبشنز كتير جوه واحنا في الصالون هنتكلم عنها، ان انا اقدر اشتغل بالعربية على الاوف رود. طبعا المود بتاع الاوف رود ده هيخليني لازم اطلع بالعربية فوق. كل ده اوبشنز موجودة، طبعا كل ده بيتم جوه من على التاب بتاع العربية. يعني لما ندخل جوه انتوا هتشوفوا المواضيع هتبقى اصعب شوية من اللي احنا بنتكلم فيه برا، على الرغم ان من برا العربية شيك قوي. كمان المفتاح هو في جيبك، بتقدر تفتح العربية
او تقفلها زي ما انا عملت كده. مفيش عندك اي مشكلة، عايز تفتحها تاني ما عندكش اي مشكلة. ده يعني عشان ما تقعدش تطلع المفتاح وتتعب نفسك، ويعني الموضوع اسهل شوية. طيب تعالوا نبص بقى كده على ظهر العربية اخباره ايه. ظهر العربية طبعا عريض، وده باين جدا من ملامح العربية، غير طبعا الفوانيس بتاعت فولفو يعني نفس الديزاين. انت دايما حتى وانت ماشي بالليل لو في عربية قدامك، لو العربية دي فولفو هتعرفها من الفوانيس بتاعتها. عايز اقول لكم ان العربية كلها سينسرز، يعني من بره وجناب وظهر وقدام، غير الكاميرات ال 360 اللي موجودة حوالين العربية. يعني الموضوع بتاع الركن والسيفتي في العربية دي مختلف خالص. هنيجي بقى لشنطة العربية. شنطة العربية مختلفة شوية عن بقية العربيات اللي احنا جربناهم قبل كده. هقول لكم على حاجة بسيطة جدا، ان انا لو معايا شنط في ايديا ومش قادر احط ايدي عشان افتح الزرار بتاع العربية، كل اللي عليا ان انا بعدي رجلي من تحت الاكسدام الشنطة بتفتح، ودي حاجة سهلة جدا. زي يعني مفتاح في جيبي خلاص، ما عنديش اي مشكلة. بفتح الشنطة عادي ما عنديش اي مشكلة. كمان غير ان انا ممكن طبعا افتحها بالزرار بتاعها، ما فيش مشكلة يعني. مساحة التخزين الخاصة بالشنطة هي 451 لتر مكعب، وده طبعا بيزيد لان انا عندي جوه العربية في سبع كراسي، يعني انا عندي سبع مقاعد، في صف ثالث كمان موجود غير الكنبة الخلفية، في صف ثالث كمان وراها. لو انا تنيت الصف الثالث وتنيت الكنبة بوصل ل 1951 لتر مكعب، وده طبعا مساحة تخزين كبيرة جدا. غير الروفك طبعا اللي موجود على سقف العربية اقدر برضو احط عليه شنط، دي حاجة برضو زيادة. يعني انا بتكلم من الاخر، العربية لو انت بتفكر في حاجة ناقصاها، لا هي لغاية دلوقتي مفيش اي حاجه ناقصاها. في حاجه كمان بقى جامده شويه، يعني اكتر سنه كمان من موضوع ان انت تعدي رجلك من تحت الاكسدام. لو افترضت دلوقتي ان انا معايا حاجه شايلها عايز احطها جوه العربيه، بس انا عامل العربيه على المود بتاع الاوف رود، فالعربيه عاليه، فانا مش عارف، الموضوع تقيل قوي، فانا مش عارف ادخله في العربيه. في بقى زرارين هنا موجودين، في زرار بدوس عليه العربيه بتنزل، بس اوعى تخبط في دماغك. العربية بتنزل لغاية الوضع اللي انا عايزه، خلاص العربية وطيت على الارض، فببتدي اشيل الحاجة اللي انا عايز احطها وارجعها مكانها. مجرد ما حطيت الحاجة خلاص انا بدوس على الزرار تاني، العربية بتطلع. يعني احلم اتمنى. تحت الكبوت معانا في العربيه الاكس سي 90 ال 2017 الموتور التي 6. بس الاول قبل ما نتكلم عن الموتور ده، الاكس سي 90 بتنزل بموتور تي 5 وده بيطلع 254 حصان، وبتنزل بالتي 6. التي 6 ده بقى حاجه ثانيه خالص، التي 5 تيربو تشارجر بس، لكن التي 6 تيربو تشارجر كمان ومعاه سوبر تشارجر. فالموضوع في التي 6 هنا مختلف شويه. الموتور ده 4 سلندر 2000 سي سي وبيطلع 320 حصان عند 5500 لفه في الدقيقه، غير عزم نيوتن 400 نيوتن متر. الموتور ده بيجيب من 0 ل 100 في 6.5 ثانيه. طبعا 6.5 ثانيه ده رقم كويس جدا على عربيه بالحجم ده بموتور 4 سلندر. حاجه كمان عايز اقول لكم ان تانك البنزين 41 لتر، والعربيه بتستهلك 7.7 لتر لل 100 كيلو. طبعا استهلاك البنزين مش عالي ومش قليل، لكن انا شايفه ريزنبل جدا على حجم العربيه. تانك البنزين كبير كويس، دي حاجه كويسه جدا علشان اقدر استخدم العربيه في السفر للمسافات الطويله. واقصى سرعه للعربيه بالمناسبه هي 230 كيلومتر في الساعه. حاجه كمان مهمه، الفتيس بتاع العربيه ده 8 سرعات جير ترونيك. مش عايز اقول لكم طبعا قد ايه هيكون سهل، انا لسه ما ركبتش العربيه، بس اكيد هيبقى سهل وهيبقى غياراته سهله والدنيا هتبقى جميله جدا. طبعا كل الكلام هيبان بقى جوه العربيه. تعالوا نركب العربيه ونشوف العربيه صالونها اخباره ايه وعلى التراك بتعمل ايه. ركبنا دلوقتي العربيه الاكس سي 90. بصراحه العربيه شيك جدا،
يعني الانتيريور بتاعها شيك طبعا، بره هي شكلها حلو جدا، كمان جوه ما شاء الله يعني الدنيا جميله جدا. الصالون الشيك جدا، اللون البيج ده عامل شغل حلو قوي كمان مع اللون الابيض بتاع العربيه. الصالون الكراسي بالابواب كل ده جلد طبيعي مطعم بالخياطه البيضاء، حتى هنا الطابلو كمان في نفس الاوبشن ده. بالاضافه بقى لحاجه مهمه جدا قدامي هنا في الطابلو، تاب 9.7 انش. التاب ده بقى فيه كل ما يخص العربيه، يعني حتى الاير كونديشن، حتى تحكمات الكراسي، حتى هتركب مش هتركب، يعني كل حاجه موجوده هنا في التاب ده. طبعا بالاضافه ان هو فيه هارد 20 جيجا عشان لو عايز تحط عليه بقى كل الحاجات اللي تخصك، سواء اغاني افلام وتقدر انت كل الحاجات اللي انت عايز تشغلها على التاب. التاب ده هو روح العربيه وهو المخ بتاع العربيه. هتلاقي فيه مثلا هنا في اول حاجه في المنيو الاي اس سي سبورت مود، ده لما انا بقفله بينور عندي هنا في الداشبورد ان انا قفلت الاي اس سي. الاي سي ده مجرد ما بقفله بحول العربيه للسبورت مود علشان اخد الماكسيمم باور بتاع العربيه. كمان عندي اللاين كيبنج، اللاين كيبنج دي اللي هي بتخلي العربيه ما تخرجش بره المسار، يعني لو انا النهارده ماشي في المسار اللي في النص مثلا على الطريق محدد المسارات بتاعته، مجرد ما انا بطلع او العربيه الطريق بيلف، فالعربيه لو انا ما لفتش مع نفس المسار وسبت الدريكسيون، العربيه هتخش لوحدها هترجع للمسار بتاعها اوتوماتيك من غير ما انا اجي بقى. طبعا ده لو انا مثلا مسافر ونمت او حصل اي مشكله بيرجع العربيه اوتوماتيك على المسار بتاع العربيه. كمان البارك اسيست، البارك اسيست ده علشان لو انا عايز استخدم السنسورز الموجوده حوالين العربيه علشان تساعدني على الركن. بالاضافه كمان العربيه طبعا فيها كاميرات 360 جايبه كل العربيه من فوق ومن الجنب، يعني الموضوع بتاع الباركنج اسيست بتاع العربيه ده عالي جدا. عندي بقى هنا اوبشن مهم قوي، ان عندي بارك ان وبارك اوت. بارك ان يبقى انا هركن العربيه هتركن لوحدها، والبارك اوت ان انا يعني الركنه ضيقه فمكسل بقى هقعد اعمل كده واقعد ارجع تاني اعمل كده، فانا بدوس بارك اوت فالعربيه بتطلع من الباركنج. الساوند سيستم بقى اللي موجود في العربيه بروز اند ويكنس، وده ساوند سيستم رهيب، يعني واحد من اقوى الساوند سيستمز اللي موجوده في العالم. 16 سماعه موجودين في العربيه بيطلعوا 1450 واط. عارفين يعني ايه 1450 واط ساوند سيستم؟ يعني حاجه رهيبه، حاجه رهيبه بجد. ده بالنسبه للساوند سيستم. حاجه بقى غريبه قوي انا لاحظتها، ان التحكم بتاع الساوند سيستم موجود هنا تحت التابلو لوحده. دي حاجه انا بالنسبه لي مش فاهمها قوي، يعني النهارده لو حصل اي مشكله في التاب، الاير كونديشن مش هيشتغل، ظبطه الكرسي مش هتشتغل، الكاميرا مش هتشتغل، البارك قول مثلا الكاميرا والباركينج والديستنس وكل الاوبشنز دي ممكن استغنى عنها، لكن النهارده عشان انا اطلع بالعربيه من غير تكييف ده هيبقى صعب. فانا كنت افضل طبعا ان بدل ما نحط الجزء الخاص بتحكم الساوند او السيستم بتاع الصوت يبقى لوحده انالوج او ديجيتال بره، كنت افضل ان الساوند يكون جوه في التاب والاير كونديشن هو اللي يطلع بره. تهيالي ده كان هيبقى افضل كتير، علشان لو لا قدر الله حصل اي مشكله في التاب ما بقاش فقدت ميزه مهمه جدا وهي الاير كونديشن. دي ميزه مهمه جدا موجوده في العربيه. الفيتيز ده 8 سرعات جير ترونيك، اتكلمنا عليه واحنا بره بس يعني برضو نحب نتكلم عليه. طبعا العربيه مش عايز احكي لكم يعني حاجات غريبه قوي، فيها زراير كتير جدا. في حاجه بقى جميله جدا عجبتني هنا هي الستارت انجن. الستارت انجن محطوط هنا بشكل مختلف شويه عن بقيه العربيات. طبعا بقيه العربيات خلاص انت معاك المفتاح دي حاجه معروفه، في زرار هنا بتدوس عليه ستارت بتدور، لا هنا بقى يعني اشيك شويه عمول بشكل مختلف. هنا في زي بكره بتجيبها يمين تفتح الموتور، تجيبها شمال تقفل الموتور. كمان في وراها على طول الدرايف مود، بدوس على الدرايف مود بقدر اختار ما بين الحاجات المختلفه. عندك مثلا ممكن تشتغل بالايكو، ده بيوفر البنزين، الكومفورت العادي، الاوف رود لو انا هطلع طرق وعره او كده، غير الديناميك بقى ده اللي بيديك الهاي برفورمانس وبيخلي العربيه اوطى على الارض علشان تستخدمها استخدامات رياضيه. كمان عندي هنا الهاند بريك بتاع العربيه، مجرد ما بدوس عليها خلاص العربيه بتاخد باركينج.
وممكن اعملها اوتو كمان. ندخل بقى للطاره الجميله الدريكسيون اللي معانا طبعا مالتي فانكشن، في كل حاجه فعلا كل حاجه. تقدر تشتغل هنا من البلوتوث لو انت عايز توصل التليفون بالسيستم بتاع العربيه، بتعلي وتوطي وتقلب الاغاني وتقلب الراديو، كل حاجه موجوده هنا. بالاضافه ان انت تقدر تستخدم برضو الموضوع بتاع البلوتوث كيت بتاع التليفون، كل ده تقدر تستخدمه. الجنب التاني في بقى السمارت كروز كنترول. سمارت كروز كنترول يعني ايه؟ النهارده انت بتظبط مثلا، بتدوس على الزرار اللي في النص الاول بتظبط الرحله بتاعتك او الديستنس اللي انت عايز تشتغل عليها. لو انت افترضنا دلوقتي ان انت عايز تظبط العربيه على سرعه 22 كيلو متر في الساعه، فبتدوس هنا وفوق تقلل او تزود السرعه بتاعتها. عندك كمان بقى جنبيه على طول الديستنس، المسافه اللي ما بينك وما بين العربيه اللي قدامك. يعني انت بتظبط تقول مثلا انا عايز العربيه تمشي على سرعه 100 كيلو متر في الساعه وتسيبها، وكمان جنبه في زرار اللي بتقول غير ان العربيه تكون ماشيه على سرعه مثلا 100 كيلو متر في الساعه، المسافه اللي ما بيني وما بين العربيه اللي قدامي ما تزيدش عن مثلا 3 متر او 4 متر، واتفر بقى اللي انت عايز تظبط عليه. يعني دلع نفسك. دي حاجه رهيبه بصراحه. العربيه نازله ب 12 اير باك، 12 اير باك. اظن المعلومه وصلت قد ايه سيفتي احنا بنتكلم. ده فيما يخص كده يعني جوله سريعه كده جوه العربيه. هنطلع بقى نجرب العربيه ونشوف بقى العربيه على التراك، ونتكلم على بقيه نظم الامان اللي موجوده جوه العربيه. يلا بينا بقى نطلع كده نجرب العربية. اولا الطلعة الاولانية بصراحة العربية يعني طلعتها حلوة، يعني انا مش حاسس ب لا يعني مش حاسس حتى بنقلة الغيار بتاعة الفتيس. خلي بالكوا انا عامل العربية على الديناميك مود، يعني السبورت، انا عايز الهاي بيرفورمانس بتاع العربية. وطبعا دي حاجة هتخليني اجرب اكتر تفاصيل العربيه. تعالوا نجرب بقى نشوف كده الفرامل بتاعت العربيه اخبارها ايه. احنا هنقف دلوقتي هنجيب العربيه على الريفرس. جبت العربيه على الريفرس على طول، طبعا فتح لي الكاميرا بتاعت العربيه. انا برجع اهو، هنجيب على الدرايف. بصراحه كان ناقصني في العربيه دي شفتات في الطاره بس. انا عندي ان انا اجيب بلس وماينس، اقلب العربيه مانيوال، لكن برضو كان مهم قوي شفتات في الطاره. انا كده واخد السبورت، فخلينا نجرب الكيك داون. الكيك داون تمام. عايزين نجرب الفرامل. اولا هي وقفت، ثانيا الانذار اشتغل، ثالثا انا ما حسيتش ان هي وقفت. يعني دي حاجه بصراحه عجبتني جدا. النظم بتاعت الامان بتاعت العربيه كتير، من اهمها الاي اس بي. الاي اس بي طبعا في العربيه يعني عالي جدا، غير الاي بي اس كمان فيها الدي تي اس سي، وده علشان يخلي العربيه ما تتزحلقش، اللي هو الاي اس سي. غير ان انا عندي الاي اس سي، كمان انا عندي الدي تي اس سي، كمان عندي العربيه طبعا ان هي ما بتخرجش من المسار بتاعها، ده برده من ضمن نظم الحمايه. غير كمان ان العربيه ما فيش حاجه اسمها العربيه تخبط، العربيه لو هتخبط في عربيه تانية بتقف ما بتخبطش، ودي برده حاجه من ضمن الحاجات المهمه قوي في العربيه. غير طبعا قلنا ال 12 اير باج الموجودين في العربيه. كمان في حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم عليها، هي نظام الامان بتاع الاي بي اي. الاي بي اي ده المؤازر للمكابح، يعني لو انا النهارده كل نظم الامان بتاعت العربيه ما وقفتهاش، عندي نظام ثالث غير الدي تي اس سي وغير الاي بي اس، عندي الاي بي اي ده اللي بيخلي العربيه هتقف يعني مش بمزاجك، هتقف. كمان العربيه الشيب اللي موجود معانا في السان روف، هو مش سان روف، هي بانوراما، السقف بتاع العربيه بانوراما،
بصراحة برضو حاجة شيك جدا، بس احنا مضطرين نقفلها مش هنسيبها مفتوحة. دي شوية تفاصيل الخاصة بالعربية. العربية يعني انا مش قادر اقول غير ان هي عربية ما فيهاش غلطة. بعد ما شفنا كل التفاصيل الخاصة بالعربية الاكس سي 90 الجديدة الـ 2017، بصراحة يعني مش عايز اقول لكم عربية يعني بغض النظر عن اللي انتوا شفتوه ده، بس العربية كمان احلى من كده. العربية على الطريق بره التراك كمان بتعمل شغل عالي جدا. يعني يا رب بس نكون قدرنا نقدم لكم حاجة مختلفة في الفقرة بتاعت النهاردة، ويا رب تكون العربية عجبتكم. بكده نكون خلصنا فقرة الكار ريفيو. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم تاني اون تراك.